2023 وبعد ذلك يكون واحد العرض منقط ديال اهم انجازات ديال الوكاله في هذه المرحله. الموارد البشريه والتوجيهات ديال وزاره الداخليه بشان اختيار وتقرير المشاريع، جميع المشاريع اللي كدير اللي كتنبات في المخطط من المخططات المديريه كتعرض على وزاره الداخليه بواحد عندنا واحد يعني انترفالي بروجي وكيكون حتى تتوقع عليهم من طرف وزاره الداخليه، وكذلك هناك توجيهات وزاره الاقتصاد والماليه متعلقه بترشيد النفقات وتحسين الموارد البشريه والموارد الماليه. غادي نمروا الانجازات بصفه عامه وغندوزو للتحديث وعصر في المجال ديال التحديث وعصر التطبيق وتحسين جوده الخدمات. غادي يقدمها لنا السي موسف الحسوني. او لا حتى الكونتاكت مع الكليون، يعني كنحاولوا ان الزبون يقضي المصالح ديالو عن بعد دون يعني كما كنقولوا ديك لاكونتاكت ديال التنقل الى الوكاله. كذلك من اهم الخدمات مانديت دو كونسوماسيون، يعني الزبون اصبح بالامكان ديالو دابا يدخل اونلاين ويدير داك لاندايس دو كونسوماسيون ديالو يقراه وغادي يدخلو يقدر يدير ميم انسيميلاسيون ديال لا فاكتوراسيون ديالو. وكذلك ممكن يدير شكايه اونلاين، يعني الانسان دابا كيدير شكايه في لو بورتاي كيوصلو اس ام اس بالنيميرو ديال لو تيك اللي فتحت له الوكاله اللي كيقدر يتبعو حتى هي اونلاين، يعني بطريقه انيه كيطيح عند فرق تقنيه اللي كدير تدخلات في سبونتونيال. حيث وصلت القدره المجهزه 257 ليبيه، بينما القدره المطلوبه يعني القدره المطلوبه من طرف الزملاء 116.9 ليبيه. الشبكه الكهربائيه التي يتميز بها اقليم قنيطره. بالنسبه لمردوديه الشبكه بلغت 92.60 رغم الميكراهات التي تعرفها المنطقه، الا وهي الربط المباشر بالكهرباء في العديد من الدوابير. اشكركم على الحضور. الان ساقدم حول قطاعي تدبير توزيع الماء المصطلح للشرب والسريب. إذن فيما يخص قطاع الماء الصالح للشرب، كما تعلمون رأس صاحب الجلالة المنصور الله بداية سنة 2020 برنامج وطني لتزويد الماء الصالح للشرب اللي يمتد ما بين 2020 و 2027. هذا البرنامج هو يخص جميع مناطق المملكة المغربية، يعني سيكلف الاستثمارات التي تدخل في إطار البرنامج حوالي 115 مليار ديال الدرهم. طول الشبكة يبلغ حوالي 1500 كيلو متر. هذه الشبكة تعرف 5 ديال المركبات الهيدرولية الفرنسية. تصل سعة التخزين الكلي لهذه المركبات حوالي 68 أو أكثر من 68 ألف متر مكعب. هذه السعة هذه تمكن من التزود الذاتي أو التزويد في غياب الإنتاج حوالي 18 ساعة متواصلة. من السعة ديال التخزين اللي كنا كنهضرو على قبيلة ديال 68 ألف متر مكعب، غادي نوصلو على 100 متر مكعب. هاد السعة هادي ستمكن بيان سور من واحد التزويد الذاتي اللي غنوصلو ل 24 ساعة إن شاء الله. شكرا سي المدير، مرحبا بالأخوات والإخوة الصحفيين. إذا الوكالة وعي منها بمخاطر التلوث السائل في مجال التدخل ديالها، عملت على وضع استراتيجيه متكامله لحد من التلوث وذلك للحفاظ على البيئه وعلى صحه المواطنين، وكذلك من اجل مواكبه التطور الحضاري والاقتصادي لمجال التدخل ديالها. فكاين محاور اساسيه، كاين محاور اساسيه كتندرج في هذا المخطط ديال التلوث للحد من التلوث السائل. المحور الاول هو الحد من التدفق ديال المياه العادمه في الوسط الطبيعي، وهذا بدات الاشغال فيه عبر مشاريع وجهات انطلاقا من سنه 2011، حيث تم اعتراض جميع المياه العادمه اللي كانت كتلح في الوادي الصبو بدون معالجه. عباره عن الكورنيش ديال الصبو تقدروا تشوفوا تلاحظوا جميعا بان ما بقاتش فيه مياه عادمه غير معالجه. سالينا هذا
المرحلة. الآن هو منذ سنة 2020 وبالضبط شهر أغسطس 2020 نقوم بتوجيه جميع المياه العادمة إلى محطة معالجة المياه بغرض معالجتها وتثمين نفاياتها وإرسالها معالجة إلى واد سبوم للحفاظ عليه. كما تم تهيئ شاطئ المهدية كما سبق الذكر ببنية تحتية الصرف الصحي، وهذه نقطة كتندرج أيضا في مجال الحد من التلوث، لأنه كما كتعرفوا كانت شاطئ المهدية في حفر صحية اللي كانت تقوم بتسريب المياه العادمة إلى الفرشة المائية مما يعرض صحة المواطن للخطر. الآن شاطئ المهدية مجهز ببنية تحتية للصرف الصحي. تهيئة مركز موليبوس لهب ببنية تحتية كاملة للصرف الصحي تشمل جمع ونقل وتصفية المياه العادمة المنزلية. الحوض من أكبر حوض في مدينة القنيطرة الذي يشمل عدة فئات تنطلق من مريكا جايين قيمية الصياد أزهارون وزالون ومشينا كاين ربع أراضي هنايا وكيكمل كاين جنانة الصياد ديال الجنان هذا هو أكبر حوض أكولي تقريبا يمتد على واحد 3000 هكتار. إذا هذا الحوض هو أكبر حوض في القنيطرة هو اللي كان معرض للفيضانات خصوصا في هاد المنطقة من هنا لوزالون سيرتي السياد راه باقي كيتأثروا على الفيضانات اللي كانت كتشدها هذه المدينة في أيام المنطيرة. إذا بدينا هذا المشروع هو حوالي كلف الوكالة حوالي 90 مليون درهم. خدمنا الشطر الأول ديالو من تنيش الواد، الشطر الأول سنحتي الفروج ديال الصياد، من ثم عاوتاني بدا الشطر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يومه الأربعاء 3 فبراير انعقدت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتصدير السائل لقاء صحفي مع لوكور ديال الصحافة المحلية والوطنية المكتوبة والإلكترونية. أسباب النزول ديال هذا اللقاء هو أنه الصراحة تقل هذه عامة توصلناش بصفة مباشرة مع الصحافة، لأن كنا مولفين كل سنة كنديروا لقاء صحفيين مباشرة بعد المجالس الإدارية. هذا العام من مارس 2020 ما درناش شي لقاء، قلنا سي لوكازيون إن شاء الله مع ذهاب هذا الوباء والحدة ديال هذا الوباء ومع لوكازيون داز الكونسيل دادمينستراسيون في لو موا ديال ديسمبر، قلنا سي لوكازيون دو غونوي مع الناس ديال الصحافة ونشوفوا إن شاء الله. عرضنا بصفة عامة الاستراتيجية ديال الوكالة اللي خدامة بها، إنجازات ديال الخمس سنوات الماضية، هضرنا على الإنجازات الاستثمارات المستقبلية ديال الخمس سنوات المقبلة، هضرنا على الاستشارات الاستراتيجية العامة ديال الوكالة في ميدان ديال التدبير ديالها اللي هو توزيع الماء توزيع الكهرباء وتطهير السائل. هضرنا بصفة عامة سيرتو على باب الميدان يعني أولا لو فولي اسينيسمون ليكيد، الحد من التلوث، لونجاجمون ديال الوكالة في الحد من التلوث اللي يعني ومع الحد من الفيضانات اللي كيلتهم. غتكون محطة الضخ للصبيب ديال 90 لتر في الثانية، وهذا الطول هذا الخزان المرتفع الطول يبلغ 50 متر. دونك هاد المشاريع كتدخل في إطار تأمين تزود لمدينة قنيطرة والمهدية، وكيدخل في إطار ديك البرنامج الوطني للماء والسقي اللي عطى الانطلاقه صاحب الجلاله في يناير سنه 2020.
دونك هذا هو المشروع وكيبلغ التكلفه الكلفه ديالو 16 مليون درهم تي تي سي دونك وتم الانطلاقه ديالو في ديسمبر 2019 واللي غينتهي في ديسمبر 2021 دونك مده الانجاز 24 شهر دونك هذا المشروع هذا ديال مركب هيدروليك حمد طالب كيدخل بين المشاريع التي نتجت عن دراسة المخطط المديري الذي أنجز سنة 2013 وتم تحيين هذه الدراسة سنة 2017 والنتيجة ديالها كانت عدة مشاريع لإنشاء خزانات الماء من بينهم مركب هيدروليكي حمد طالب. سمحوا لي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.